عمرك شو اليوم؟ اليوم جيت نقول لكم بارك الله، راني درت فيديو، درت فيديو وقسمت فيه، درت فيديو وقسمت فيه، هما داروا قسم وانا درت قسم. والله يا خوتي اقسم بالله العلي العظيم، هذا الراي صح، والله ماني معترف به، حقي دستوريا، حقي قانونيا، هما داروا قسم وانا درت قسم. هذا الشخص هذا والله ما عنده شرعيه عندي، انا شخصيا كمواطن جزائري درت القاسم تاعي والله ما اعترفت به والله ما عنده شرعيه. وزيد نقول لكم نضحكم شويه، هما داروا قاسم، انا كنت في داره ماسينيسا، كنت في داره ماسينيسا مع روحي هكا رساله، انتم قاعدين تخونوا في الناس وترهبوا في الناس وتقسموا في الناس، حنايا هذه هي عقليتنا، احنا احرار، احرار، اللي يحب يتبعنا اللهم بارك، اللي يحب يتبعنا راهو حر، راهو حر، هذه توعي. ليش نشوفوا فيروهنا، احنا اصحاب العقل، احنا مواطنين عاديين. انا شخصيا انا بغيت نعاود لكم والله من 45 سنه في عمري، والله يا خاوتي جامي انضميت للنقابه ولا حزب، ولكن هذه فرصه لازمني نوقف على جال ولادي هذا. الله يبارك، لازمني نوقف عليهم ولازمني ما يسكتوش، كاين الحق. وكاينه رساله واحده اخرى حبيت نوصلها، نسيت باش نجيب ولادي، جبتهم في الطوموبيل نسيتهم، حبيت نوصل رساله يا جماعه، والله وليدات جابوا نتائج بكل مره. الله يبارك، ذاك الشيب يومي ذاك الاسد. 9.9 هذه سنه اولى، حطيتهم في فيسبوك، حبيت نوصل ميساج برك. الحين راك يا جماعه هذا مش ينحيك الخدمه ولا يعطيك الخدمه ولا يقرا لك ولادك ولا ما يقرا لكش ولادك ولا يضاعفك ولا ما كاينش منها خاوتي هذه، خلاص. الحين راك مستمر وحياتنا مستمره، وبربي ان شاء الله يا خاوتي نحصلوا على المطالب الشرعيه تاعنا، مطالبنا عاديه وشرعيه خلاص. اليوم واش قاعد يصرى؟ راهي نفس الحكايه قاعده تتعاود، نفس الحكايه قاعده تتعاود، نفس النظام قاعد يعاود في نفسه وقاعد يسكن نفسه. كاين اللي قابلها عنده قابليه الى ملك النبي، كاين القابليه اللي نستعملوهاش ما نقبلوهاش. الاستعمار هذا يا جماعه مش قضاء وقدر، هذا الشيء اللي قاعد يصرى هذا يا جماعه لازم نقنعوا به، مش قضاء وقدر. ولازم نحيوها من رئيسنا، ولازم الناس يفهموها، او موش هذا النظام المستبد هذا موش قضاء، موش مكتوب كما نقولوا احنا بالدرجه، موش مكتوب. وما نديروش كما جماعه وقت الثوره قال لك انتم تخرجوا فرنسا، ها انتم تخرجوا فرنسا، ردوا لنا، ردوا فرنسا في هذاك الوقت قضاء وقضاء. عادي جدا، قال لكم الشعب خير، واش هي المرحله الانتقاليه؟ واش هي يا جماعه المرحله الانتقاليه؟ جا اسكو جات فرنسا دخلت تركيا، هاي ما درناش مرحلة انتقالية.